موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. قال الشيخ سعد رحمه الله: ثم قسم تعالى الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمه إلى قسمين: قسم يستدلون بها ويتفكرون بها وينتفعون فيرتفعون، وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانا تاما وصل بهم إلى درجة اليقين فزكى منهم العقول وازدادت بهم معارفهم وألبابهم وعلومهم. وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه ما سمعها، كأنها لم تزك قلبه ولا طهرته، بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه. وأنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا، فتوعده الله تعالى بالويل فقال: ويل لكل أفاك أثيم، أي كذاب في مقاله، أثيم في فعاله. وأخبر أن له عذابا أليما، وأن من ورائهم جهنم تكفي في عقوبتهم البليغة، وأنه لا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يستنصرون بهم، فخذلوهم أحوج ما كانوا إليه لو نفعوا، فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. ولما بين سبحانه آياته القرآنية والعيانية وأن الناس فيها على قسمين، أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية أنه هدى، فقال: هذا هدى، وهذا وصف عام لجميع القرآن، فإنه يهدي إلى معرفة الله بصفاته المقدسة وأفعاله الحميدة، ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم، ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها، ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها، ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال، ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي، فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا. والذين كفروا بآيات ربهم الواضحة القاطعة التي لا يكفر بها إلا من اشتد ظلمه وتضاعف طغيانه لهم عذاب من رجز أليم، عياذا بالله تعالى. وهذه الآيات تبين أثر القرآن في الهداية، وكيف أنه كان لبعض الناس طغيانا وعنادا واستكبارا عياذا بالله تعالى، لأنه لم يستقبله بقلب مقبل عليه حريص على الانتفاع به. فهذا الأفاك الأثيم سمع آيات الله، تليت عليه الآيات، لكن لفساد قلبه وعدم حرصه على الانتفاع بها وصدوده عنها كان ذلك سببا في طغيانه عياذا بالله تعالى. فتزيد بعض الناس طغيانا وكفرا، وتزيد أهل الإيمان إيمانا واستسلاما لربهم تبارك وتعالى. وهذه تبين خطر الكبر، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، وتبين كذلك قاعدة الجزاء على الأعمال والإيمان بالقدر، فالله عز وجل لم يظلمه، وإنما كان منه هذا الاستكبار عن آيات الله بعد أن سمعها، فكان عذابه الذي بينته الآيات. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، فالاستهزاء بآيات الله كفر به تبارك وتعالى. أولئك لهم عذاب مهين،
وهذا يناسب عمله وفعله، كما أنه استكبر على آيات الله يهان عياذا بالله تعالى في الآخرة من ورائهم جهنم، وهي كافية في عذابهم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. 3 مرات يذكر العذاب في الآية بسبب الاستكبار على آيات الله، عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب عظيم عياذا بالله تعالى. لا ينفعهم الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله، الذين عبدوهم من دون الله ودعوهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، وهذه الرابعة. وهذه الآية تبين أهمية القرآن وأثر القرآن في الهداية. فالقرآن يعرفنا بالله بأسمائه وصفاته، القرآن يعرفنا بالرسل وبأوصافهم الجميلة العظيمة، كذلك يبين لنا أوصاف أعداء الرسل. القرآن يهدي للأعمال الصالحة ويدعو إليها، وفي المقابل يحذر من الأعمال السيئة وينهى عنها، كذلك فيه الجزاء ووصف أهل الإيمان وأهل الكفران. لذلك كل من أراد الهداية فعليه بالوحي أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هدى بغير ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.